في نسمة توندونس لليوم باش نحكيو مع مصممة المجوهرات الجميلة سندس بن موسى. مرحبا بك سندس. عايشك. عايشك. إذا سندس اليوم باش نحكيو على أبرز التصاميم إن شاء الله باش نلقاوها خريف وشتاء 2018-2019. ألوغ أبرز التصاميم خدمنا شنو اللي خارج توا الالوان ديما تلقى لو بوردو ديما تلقى لو فير عندنا ياسر كولور بريك لو روج لو بار كيما ترى نبسلكم هنا سي تري جولي معناتها صحه مزيان برشا دونك واحنا جبت لكم شويه باش نوريكم الحاجات اللي عملناها احنا نعرفوا انه سندس بن موسى كنت جيت بحذنا وعرفنا على الكوليكسيون تاعك الاخرى جنات وعدن فوالا كنت خذيت برشا سكسي مزيان برشا وزيد كنت دغنيغمون في المغرب هكا ولا صحيح في الفاشن كذا فاشن شو فوالا كذا فاشن شو دونك فوالا وكنت عرضت علينا ومحلاها هكا كتونسي والموهبة التونسية تشرفنا في المحافل هكا الدولية من باريس للمغرب فوالا وأكيد الناس الكلها مغرومين وشكون ما يحبش حاجة مزيانة عندنا هدى احنا سبيسياليست الحكاية دي دونك تحب برشا لي زاكسيسوار دونك فوالا هدي اختار اليوم الحاجه باهيه معناتها في اللي نشوف فيه كل الالوان لي كولور متاع حتى في الشتاء ولاو الالوان ديما يكونوا حاضرين مستانسين احنا ديما في الشتاء نقصوا من الالوان ونمشيو للحاجات الهاديه اللي ما فيهاش برشا دي كولور فلاشي قاعده نشوف اللي ظهر لي الشتاء والخريف 2019 شكون فيهم الروج حاضر هو ديما حاضر روج مزيان ديما نلقاو زاد حتى الفيغ لا كولور هذه مزيانه برشا يا بوكو دو كولور بريك اي زيد بون مارتينيش حتى البلو البلو اللي قاعدين نشوف فيه محلي فيه برشا حياه صحيح هذا الشوا تاعك انت سندس والا اليوم معناتها الخارج هما الالوان هذوما الوغ نحن كما نبيعوا معناتها للخارج ونتبعوا معناتها في الموضه وكل دونك هذه سي ان شوا بيرسونيل مي زيد يخلينا نتبعوا لي توندونس خاطر الناس كي تشري ان بيجو c'est pour compléter une tenue. Donc, ما تنجمش ما تعمل الالوان ثم حاجات كلاسيك لي بازيك كيف ما معناتها لي بيرل الروج حتى ديما وكان يرجع تلقى سورتو اكثر اللي ديما مطلوب لو روج بوردو لو فير هذويا نقول انا الوان ملكيه معناتها عمرها ما تموت تلقى ديما وتمشي على كل شيء تمشي على كل شيء فوالا لو نوار تلقى ديما شكون يحب هكا لو نوار مي الحقيقه نحن في اللي بيجو ما نبيعوش ياسر نوار خاطر كيما ترى مثلا اللبس الكلي في نوار نحب هكا نحيها بحاجة دونك نكسر بحاجة دونك سنشوك با ترى ليو ياسر انا نحبه وجيسني موضة دونك جون موضة بالكدي ويعمل هكا ريشة فوالا اكزاكتومون انا باش نسالك على لي بيرل ما عرفش كان نجم نمس هكا ونشوف دونك انا نشوف لي بيرل هذوما قاعدين يرجعوا هذايا الستيل هذايا هذا في وقت ما اختفى شوية دونك توا راجعين على الاخر لي بوكل دوغي حتى لي كوليي ثم اللي نحن نخدموا افيك دي فغي دونك توت فاسون سي با دو سانتيتيك خاطر خاهم جينيرالمون هذيك C'est la nouvelle collection qui n'est pas encore sortie. D'ailleurs, le pseta de la Zalour, dans le crime, c'est un modèle Iris, qui est sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on a fait. Ah, quand je vois faire la tour, c'est en même temps, j'adore les pseta. C'est quand chez vous. Elle est qu'à live, de toute façon, qui t'a mis le problème. Donc, elle a ramené le rouge. Voilà, elle a fait un peu Voilà, comme... Donc, elle a fait un peu Iris, voilà. Iris, mizyanin bacha. Amana fihom 140 couleurs. Il y a avec la couleur mizyana hawka tchaba léopard. Hawka le rappel avec léopard, les hawa, la mode, le noir, le miel, le marron. Marron, rati al bronze, chouaya. Al bronze, kisma, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc, ترام حتى هذوما رايحانا راه الكرياسيون لي شارب الكرياسيون معناتها ما عرفتش كي نجموش نشوفوا لي شارب طارق من هوني سندس سندس تنظر لي من هكا فوالا الكاميرا نتاعك فوالا دونك حاجه مزيانه من ال اي فوالا فوالا دونك انا زيد شفت اللي فما الحاجات الكبيره معناتها ان سارتان مومون زيد نرجعوا لك الفين واللي يقول لي صغار وكل شيء تو قاعده نشوف قدامي فما الحاجات اللي في غافيني لا الحاجات الصغيره هكا وفما زيد اللي تري بيان شارجي الوغ اللي تعودوا بهم ديما تو كيما هذايا خاطر سي لاك تلبسهم مي هما واحدين في بعضهم ونيت با اوبليجي باش تلبس ثلاثه شهر مع بعضها دونك تلقى العين تلقى الوشوش هذايا نتاعنا العربي سي توجور اون روز
ومعناتها حاجه عربي وموديرن ومن اللي استنسنا يراهم حاجات الكبار في ريحانه خاطر يراهم في لي شو في لي ديفيلي في لي ديفيلي ما نجموش نخرجوا قطاع صغار نوريو كاس كون بو فير معناتها لو سافوار فير نتاعنا نتاع ريحانه نتاع وين وصلنا في لي تكنيك في الكرياسيون في الكرياسيون كيما ترى في لي ديفيلي ثم حاجات ما يتلبسوش On les voit seulement في لي ديفيلي في لي شو حتى كي يلبسوا مع بعض اخرين معناتها دي جون تقول سي ان بو شوكان معناتها ما يتلبسوش دونك كيف كيف بور ريحان دونك هذاك علاش المره هذيا حبيت نجيب دي بتي كوليي لي براسلي هذوما اون غالوشا اوسي اللي خرجوا توا في الديفيلي معناتها الاخرين نتاع كذا دونك سي دو فري غالوشا اللي هو نورمالمون تتخدم كان افيك لا اوجو الغي اللي نحنا دخلناها لا سي دلاغات هذوما سون دي بير وهذوما يتلبسوا هكا فليكسيبل فوالا اي سون مانيابل وعملنا فيهم بلوزور كولور دايغ تتلاقي يعني عندكم الجون وعندكم لو مارون عندكم زيد حاجات في الدوري دونك فما برشا شوا للناس اللي تحب تلبس ستيل هذايا انا زيد لاحظت اللي بالروج اللي قاعدين نشوفوا فيها هي اللي تمشي مع اللبسه الساحليه مع الاحرام ومع التخليله تتعلق هوني انا تسلسلت الراس فوالا اما هذايا البارتيكولاريتي نتاعها اللي حبيت نجيبها لكم زيد ما خرجتش حتى لو شوتينغ مازال ما تعملش نتاعها هذايا سي اون نور نوار دونك سي اون بيس انسيان authentique que je récupère et li naoud معناتها انا نصلحهم ونغطسهم donc وخدمتها donc on y tra hatta les intercalaires là c'est un rubis d'Afrique c'est un mélange de cristaux et elle est splendide en tra hatta sur du noir voilà donc c'est très joli معناتها الpièce اللي قلت لك قبل كانوا يستعملوها تتعلق لا exactement هكا تلبس Exactement. Donc en or noir, c'est pas de l'or jaune, très clinquant. Donc ça passe mieux. وحتى نتصور في تونس سا باس تري بيان على خاطر الحاجه هذيا هي تبع التراث نتاعنا مي فيها التوش المودرن لي كولور اون بلوس تبدلوا خاطر هي جينيرالمون تبدا صفرا كهاو دونك انت دخلت فيها الاحمر زاد نقاو الالوان بالاخضر يعني فما هكا ريشيرش فما ان ميلونج انا ديما حتى وكان نخدم معناتها ديما حاجات مودرن مي ديما عندي كالبونشون نتاع حاجات التراث نتاعنا والحاجات العربي والحاجات ما نحب ديما نطور فيهم ديما نجددهم خاطرني جو سوي بيرسون كي فواياج بوكو ونحب كي نلبس حاجه ما نحسهاش ياسر ومحلاها القطعه كي تبدا عندها استوار معناتها كي حتى حد من برا يسالك يقول لك شنية هذه ولا شنية الكرياسيون ديما نفسر ديما جو سوي توجور فيير دو بورتي معناتها الحق احكي لنا صرصا على صندس احكي لنا على الشو اللي صار في كازابلانكا كيفاش الناس قبلت البرودوي نتاعك وكيفاش شفتوا هكا خاطر انت ديما تحكي على مولود كوم سي صغار كوم سي حاجات نتاعك دونك دونك انا ديما نقول لهم جو في معناتها شاك كرياسيون كوم اون غروسيس ابري اون ديليفرانس بالحق نحسهم ولادي الكل عليهم دونك في كذا فاشن شو شاركت مع المصمم دايوغ عن علي القروي سي علي القروي دايوغ جي ابيي توت لي كرياسيون نتاعو اللي هو نحيو خاطر في دو تري تري اكيد اكيد بيان سور انا برشا ديجا وحكيو عليه حتى في ميديا ماروكان اكزاكت باي ذا واي فوالا دونك انا زيد جاي اون ديزانترفيو معناتها افيك لا بريس ماروكان ودي تيليفزيون وانا مش اول مره نشارك انا شاركت اول ديفيلي نتاعي في المغرب كان 2008 دونك كنا عملنا دي ديفيلي كبار اللي كانت معنا فيهم السفاره التونسيه وكان فيهم معنا لو بالي رويال غاديكا ونبيع معناتها في المغرب وياسر لي كرياسيون نتاع لي بيجو نتاعي معناتها تمشي وتعجبهم على خاطر هما معروفين بالكافتون avec les diamants mais non pas le créneau هذا نتاع لي بيجو نتاعنا هكا من التراث اللي جدهم دايوغ تراهم سي فيد تبارك الله الارتيزان نتاعهم اللي تري تري مليانه pas fait les bijoux et donc donc ياسر معناتها عجبهم زاد عرضنا معناتها في النزل اللي صار فيه الديفيلي هذايا اون اكسبوزي بوندون 5 جور جي يو معناتها دي روتور جي يو معناتها حاجات ان شاء الله في ثنايا برشا جايين ان شاء الله برشا حاجات مزيانين اكيد مزيانين كما الكوليكسيون كما اي قل هذه شنو هي الجالوشا لا هذه
خاتم هذيك هذيك الباج نتاعهم توا اللي عملنا بهم زيد الفوتو شوت نتاع وهذه نتاع جنيت وعد لا 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 سي لا نوفيل كوليكسيون جوزي رامني تو سكو جوزي رامني هذه ما خرجش هذه فاتتني سندس داك ياسر ياسر محلاها الباك اعطوني خاتم هذيك غير وفما البلون عملنا برشا الوان دايوغ قبيله اللي وردتوها داكوغ هذه ان ميلونج دو كولور دونك نلقاو فيه اللي فيه ديناس سي دي كوارتز لا فيها النوار لو فيغ اي لو غري Voilà. Pierre précieuse, madame. Colomb, c'est des semis précieux, bien sûr. Mm-hmm. Alors, tous les bijoux, ils ont minimum 3 microns d'or, 24 carats. حاجه مزيانه باش فوالا انا المره كان عيد ميلادك قريب لا انا كليون فيديل ريحانه فوالا دونك انا ديجا لابسه من ريحانه يشوفوها هي صغرونا نقول لهم ليه والله يذهب راهي والله لا كولور بيا ما تبدلش اي ما تبدلش فوالا سي ما ميور بو فوالا اكزاكتومون لا تظهر هكا صغيره وظريفه نقول لهم انا فين وخاطرك علاش نحب حاجه كيما هكا يا جمو دون فاسون عندنا برشا موديلات ديما معناتها ثم حاجات جدد ديما لازم يتابعونا على الانستغرام ريحانة كرياسيون وعلى الفيسبوك زيدا دونك ديجا عملنا لو فوتو شوت لا فيديو اللي عملت فيها البروموسيون دور الزرور كيما كنا نشوفوا فيها حاجة عربي وتونسية واختارت ريحانة وهذا حاجة تشرفني دونك فوالا فوالا دونك هذايا 2018 2019 ان شاء الله في الخريف مش نشوفوا الالوان هذيا الاحمر الاخضر الازرق دونك الاصفر فوالا وهذه النوفيل كوليكسيون ان شاء الله وقتاش باش تخرجها دون 3 سمان ديما مع نويل وراس العام وحفالي وسيدي وقت اللي نحن نحبوا نشريوا لروحنا كادويت ونهديو كادويت لروحنا في الوقت هذاك مرحبا بكم عايشك تخي بو يعطيك الصحه ان تخي بون ترافاي عايشك دونك شو نسميها الكوليكسيون احنا مواصلين في جنة وعدن سي تيلمون فاست جنة ديجا باش تحصرها دونك بورت بونور زاد بورت بونور بيان سور تطرا لي كولور هكا هذوما سي بالحق ياسر لا تيغ لو فو سميتين هكا لو روج هكا لو كوتي سومبر نتاع العبد تخرج لو نوار ومن بعد لو روج هكا لا غيتي دونك عندنا الكلنا دو كوتي وي اكزاكتومون دونك سندس خلي لك كلمه الختام للناس هكا باش تشوقهم جمعتين اخرين يجيو يكتشفوا الكوليكسيون الجديده ان شاء الله دونك مرحبا بهم عندنا زوز محلات معناتها دو شو روم ريحانه في اللاك وفي المرسى يجمو يجيو يزوروهم عندنا لازم يتابعونا على الانستغرام ريحانه كرياسيون على الفيسبوك كيف وان شاء الله ديما من حسن الى احسن اكيد نشجعوا الناس الكل كل اب عبد يبتكر ويعطي فريمون حاجه جديده اكزاكتومون هذيك انا شنو قلت في بدايه الحوار قلت محليهم شباب وطاقات هكا مبدعين وبالحق سندس هكا من لا شيء ولات كرياسيون ولات فن ولات بالحق موهبه كبيره يعطيك الصحه سندس بن موسى مصممه المجوهرات هذه كانت فكره على توندونس ان شاء الله 2018 2019 احنا من نسمة طندوس خلينا نتعدى وتود سويت الزوم موسى سالتا